دلوقتي هنروح مع حضراتكم لليندا نتعرف منها على آخر أخبار الطقس وكمان العملات وأسعار الذهب النهاردة. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير هدير. صباح الخير أحمد. الحقيقة يا هدير في تحسن كبير في الأحوال الجوية. امبارح شفنا ابتداء من امبارح كان في انخفاض في درجات الحرارة، لسه الانخفاض ده مستمر. امبارح القاهرة سجلت 32، النهاردة بتسجل 28. طبعا حلو، الناس بدأت ترجع تاني للشتوي يعني يا ليندا، شوية خريفي كده. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، وهنبتدي كالعاده مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع بيسجل 18.38، اما الشراء فبيسجل 18.28. اليورو البيع بيسجل 20.03، اما الشراء فبيسجل 19.91. الجنيه الاسترليني سعر البيع بيسجل 24.04 والشراء بيسجل 23.89. الفرنك السويسري البيع بيسجل 19.70، اما الشراء فبيسجل 19.59. هنروح لليوان الصيني، البيع بيسجل 2.89، اما الشراء فبيسجل 2.87. الريال السعودي البيع بيسجل 4.90، اما الشراء فبيسجل 4.87. الدينار الكويتي البيع بيسجل 60.38 والشراء بيسجل 59.97. اما الدرهم الاماراتي فالبيع بيسجل 5 والشراء بيسجل 4.97. وبالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 سجل 845 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 986 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1127، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7888 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري. والنهاردة رجعت مرة تانية الشبورة الصباحية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في السلوم 21. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.